نيجي نقولها التعريف باختصار، هو الاحتباس الحراري هو زيادة متوسط درجة حرارة الهواء بالقرب من سطح الأرض. هنيجي نشرح الصورة دي عشان نقول الأسباب. الأسباب هنا هو بيحصل بسبب الغازات الدفيئة، والغازات دي بتمتص أشعة الشمس، وده بيسبب ازدياد في درجة الحرارة وبالتالي بيتغير المناخ. ودي صورة فيها النسب بتاعة الغازات الدفيئة. نيجي بقى للتأثيرات. دي صورة انفوجرافيك أنا حاططها بتوضح الآثار الاحتباس الحراري. الصورة اللي بعد كده بقى دي صورة فيها فيجن للأضرار اللي هتحصل للأرض سنة 2030 بسبب ازدياد درجة الحرارة. وعندنا هنا بقى الحلول، وهنا في دور الأمم المتحدة، وهنا تم عقد بروتوكول اسمه بروتوكول كيوتو. في الأول خالص كانت البلدان عملت مفاوضات لتعزيز الاستجابة عشان يغيروا المناخ، وبعدها بسنتين اعتمدها بروتوكول كيوتو، وقانون جوه البروتوكول بيلزم الأطراف من البلدان المتقدمة إنهم يقللوا الانبعاثات. وعندنا بقى هنا إيه اتفاق باريس ومؤتمر القمة المعني بالمناخ، ودور بعض الدول بينها الجهود المصرية وعندنا جهود استراليا وكندا.